المفكرة الثالثة والأخيرة لليوم بتقول أنت وشطارتك. هيدي الفكرة عبارة عن بدي أقول أنا بدي حط ورقة هي لازم تفسر يعني شو مكتوب على الورقة وأنا لازم أحصل. كل ما أحصل كل ما يزيد نقاط أكثر. ومشاهدينا بدي أذكر إنه أنت كمان فيكم تجاوبوا على الأسئلة بالكومنت تحت. معلق بطاقة صفرة صعبة هاي دورات شوف تفصيل أكثر دورات اوكي شوف ثابت شوفوا من خط بس وهي زوجة شوي فونت هيك بسرعة شمالة أربعة لأنجلا وأنا سبعة أكيد بعد ضيفة معنا منذكر مشاهدينا إنه أنتوا كمان فيكم تتابعوا هذا الشيء ببيتكم إذا بكم تعرفوا الإتابات كيف تعملوا هذا الشيء فيكم تحكوا تشيدرن تايري على الفيسبوك. هلا بدي أودعكم نتلاقى نحن وياكم بإبيزود ثانية ومع ضيوف جديدة وأكيد من أعضاء تيجرن طريق. باي.